مشاهدينا الكرام، أرحب بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال جريء. وبمناسبة صيام المسلمين لشهر رمضان، أدعو الله لكل المشاهدين المسلمين أن يباركهم الرب في هذا الشهر ويباركهم بكل بركة روحية، وينعم عليهم بمعرفة حق المعرفة، ويجود عليهم بخيراته ومراحمه. في هذه الحلقة سيكون موضوعنا عن الحدود الإسلامية في ظل المواثيق الدولية. الأخ مجدي خليل هو ضيفي لهذه الحلقة. أهلا بك. أهلا وسهلا. جملة من الأحداث تتعلق بموضوعنا لهذا اليوم. من أفغانستان مثلا، عائشة 18 سنة هربت من بيت زوجها، أمسكها رجال من طالبان وجاءوا بها إلى زوجها ليقطع أذنيها وأنفها عقابا لها على هروبها. في الصومال تم رجم فتاة صومالية حتى الموت. في إيران تم قطع يد سارق لاتهامه بالسرقة. وهناك أيضا قصة فتاة أخرى من إيران، آزر بغري، كانت في سن 14 سنة حين تم تزويجها من طرف والديها لرجل يبلغ من العمر ما يقارب 70 سنة. رفضت آزر أن يظل هذا الزوج يغتصبها كل يوم، رفضت الزواج المهين لكرامتها. وبعد ما يقارب العام من العذاب وبسبب رفضها له، اتهمها الزوج بممارسة الزنا مع شخصين لا يعرفهما، فتم القبض على آزر وحكم عليها بالرجم بحسب الشريعة الإسلامية. ولأنها كانت في 15 حين ذاك لم ينفذوا الحكم، فظلت في الحبس حتى تبلغ 18 من العمر. وخلال هذه المدة 3 سنوات كان يتم عمل بروفات أو بروفة للرجم لآزر حتى يجهزوها للرجم الحقيقي الذي ينتظرها. كانوا يدفنونها حتى صدرها ويقومون بالبروفة تجهيزا للرجم. واليوم بلغت آزر 18 سنة من العمر، وهي تحت رحمة القضاء الإيراني الذي قد يأمر بتنفيذ الحكم في أي لحظة. هناك العشرات من النساء في السجون الإيرانية تنتظر هذا المصير، الرجم. فهل هذه الأحكام توافق القانون الدولي؟ هل هي تتماشى مع روح العصر؟ أم أن هذه الحدود لا تليق وينبغي أن يناهضها العالم كله؟ لنشاهد هذا المقطع. قطع يد السارق حكم حكم به الوليد بن المغيرة قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأخذ شرع الوليد ليجعله وحيا إلهيا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أي حوالي 15 دولار. قطع اليد موجود اليوم في السعودية، في أفغانستان، وفي الدول التي تريد تطبيق الشريعة. الرجم حكم أقدم من الإسلام، موجود في التوراة، لكن المسيح جاء بعد الناموس بالرحمة والغفران فسامح الزانية التائبة، لكن الإسلام أخذ الرجم وتبناه، وهو مستمد من آية محذوفة من القرآن ومن الأحاديث والسيرة، ويريد الإسلام تطبيقه اليوم. في الصومال مثلا تم رجم هذا الرجل أمام الملأ. أما في إيران فيتم جلب المحكوم عليه بالرجم مكفنا جاهزا للدفن وهو حي. يتم حفر حفرة في الأرض ودفنه فيها واقفا، مظهرين الجزء العلوي من الجسم. ثم يبدأ الناس بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، وتبدأ عملية الرجم. إليكم هذا المقطع من فيديو بداية التسعينات في إيران. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
نحن اليوم في القرن 21، ويريد الإسلام أن يحكمنا بهذه القوانين: قانون الجلد أمام الملأ، قانون قطع الأيادي، قانون الرجم. هل هذه الشريعة تصلح لنا اليوم؟ هل هذه الشريعة تليق بالأمم المتحضرة؟ أم هي قوانين همجية تنتمي لغابر الأزمان وينبغي أن تظل هناك؟ أخ مجدي، هل من تعليق؟ يعني أنا مش تعليقي بس، يعني هو تعليق العالم كله على هذه الأحكام، إنها همجية، بربرية، كرو أوسطية، ظلمية، لا تتناسب نهائيا مع العصر الحديث. أنا أقول لك تعليق الدول العالم على الحكم الصادر على سكينة الإيرانية المفروض تحت الرجم حاليا. مارك تونر الناطق باسم الخارجية الأمريكية قال إيه؟ الرجم كوسيلة للإعدام يعادل القتل تحت التعذيب، وهذا عمل بشع وهمجي مرفوض أينما كان ومدان. إدانة قوية هذا العمل هو قتل تحت التعذيب، أطفي عليه الطبع القانوني. بيان الخارجية البريطانية قال الرجم هو عقوبة تنحدر من عصور الظلام ولا مكان له في عصر الحضارات. 80 مثقف حوالين العالم، فنانين وحاصلين على جائزة نوبل وسياسيين منهم كونديليزا رايس، أصدروا رسالة، نشروا رسالة في الجاردن البريطانية، قالوا الموت بطريقة الرجم عمل ظالم وهمجي. بيان الخارجية الفرنسية قال الرجم بمثابة عمل همجي يزيد من ألام وعذاب المحكومين. يعني في اتفاق في العالم كله على أن ده عمل بربري همجي لا يليق تماما. ده احنا بندعو لإلغاء عقوبة الإعدام، عقوبة الإعدام نفسها بصفة عامة، بصفة عامة. فكان بالأحرى الرجم، فكان بالأحرى الرجم يعني. طب ايه رايك انه البنت دي اللي مسكينه آزر بغري دي اللي ما بين عمر 15 الى 18 كانوا بيعملوا لها بروفات يجهزوها يعني للرجم، ايه يعني بتنظر لعمل ده ازاي يعني؟ ما هو زي ما قلت لك، ما هو عمل شديد القساوه خارج اطار منظومه القيم الانسانيه. يعني عمل همجي بربري غير تأثيره على الـ 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 مش بس كل منظومة الحدود الإسلامية اللي بتسمى الحدود، عقوبات الجزاءات الإسلامية اللي بتسمى الحدود، هي خارج منظومة القيم الإنسانية. خلينا نبدأ من الأول. دلوقتي أنا زي ما بشوف الحضارة ماشية في اتجاه تطوير القوانين وتطوير حقوق الإنسان. العالم الإسلامي أين هو من هذه القوانين ومن حقوق الإنسان؟ العالم الإسلامي إحنا يعني عاوزين بشيء مختصر من التفصيل نقول ان البشريه في القرون الوسطى كان في ممكن نقول ما يسمى بالعالم المسيحي في اوروبا، ما كانش اسمه عالم مسيحي، وفي الدول الاسلاميه كانت الخلافه الاسلاميه، يعني عالم اسلامي تحت الخلافه الاسلاميه لحد سنه 1648. عملوا صلح وستافليا اللي هم بيأرخوا بيه لبدايه العصر الدوله الحديثه، اللي هو انهى الحروب الدينيه ما بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة وبين هولندا وأسبانيا، وأنهى سطوة البابا وأنهى سطوة الحروب الدينية وأنهى تماما، وبنعتبره تاريخ في العالم كله هو تاريخ بناء الدولة الحديثة. أيوه. الدولة الحديثة دي قايمة على حاجتين، قايمة على سيادة الدول وعلى المواطنة. يعني الركنين الأساسيين للدولة الحديثة هي السيادة والمواطنة. بعد ثلاث قرون من 1648، بعد ثلاث قرون في مارس 3 مارس 1924 ألغيت الخلافة الإسلامية في إسطنبول، آخر خلافة إسلامية. فكنا نتوقع أني بعد إلغاء الخلافة الإسلامية في إسطنبول العالم الإسلامي سيحدث، يبدأ الدولة الحديثة يعني نعتبرها. هل حدث أن الدول الإسلامية دخلت طور الدولة الحديثة؟ ألغيت الخلافة الإسلامية، انقسمت الدول الإسلامية إلى قسمين أو بخلاف الجماعات. أولا دول ظلت دول دينية بس خارج إطار الخلافة، مش بخلاف، ما فيش دولة مركزية، بس دول دينية. والسعودية. إيران والسعودية والصومال والسودان وكتير من الدول. دولة إسلامية كاملة قبلت السيادة ولم تقبل المواطنة، يعني ما فيش مواطنة نهائيا في الدول الإسلامية اللي هي الدول الإسلامية كاملة الإسلامية. قالوا إحنا نقبل بالسيادة، السيادة يعني حدودنا، محدش نحترم الحدود في الجو والبحر والأرض، دي سيادة الدول. الدول تاني شبه دينية زي مصر وإندونيسيا وباقي الدول الإسلامية قبلت السيادة وقالت مواطنة منقوصة لغير المسلمين، يعني قبلت جزء وجزء خدت نصه. يبقى الدول الإسلامية بالتالي ما دخلتش عصر الدولة الحديثة. يعني الدولة الحديثة زي ما قلنا اللي هي قبول المواطنة والسيادة مكتملين مع بعضهم.
فما كانش يبقى هم ما دخلوش عصر الدولة الحديثة. العالم الغربي بقى طور الدولة الحديثة من دولة المواطنة إلى دولة المواطنة وحقوق الإنسان. دخلنا مرحلة تاني تماما جديدة. هي مرحلة عصر حقوق الإنسان بدأت سنة 1948 10 ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدأ يؤرخ لمرحلة جديدة هي بقى إيه؟ تنقية المواطنة من الشوائب، وأن هناك رقابة على المواطنة، قياس درجة ممارسة المواطنة اللي هي المساواة والمشاركة لجميع المواطنين. في ناس تقيسها من الخارج اللي هي سوبر باور، يعني تقييم فوق دولي، والسيادة نفسها أعيد النظر في السيادة. سيادة الدول مش معناها أن الدولة تتسلط على مواطنيها، سيادة الدول فقط تمارس على أرضها وعلى حدودها وعلى، وطلعت بقى تعريفات للسيادة والسيادة المنقوصة. يعني عصر حقوق الإنسان المواطنة المراقبة دوليا والسيادة المنقوصة. أين البلدان الإسلامية من هذا كله؟ جينا بقى احنا قلنا ان الدول الإسلامية ما دخلتش عصر الدولة الحديثة. لما جت دخلت عصر حقوق الإنسان دخلته بشرط بقى اللي هو الشريعة. جم مضم على مواثيق حقوق الإنسان بقيد اسمه قيد الشريعة، لأنهم ما دخلوش أصلا المواطنة، فإزاي يقبلوا عصر حقوق الإنسان؟ فيعني أنا موافق بشرط ألا يخالف الشريعة. ألا يخالف الشريعة معناه أن أنا بلغي كل شيء. أنا بلغي كل، لا ده معناها أن الدولة تحدد ما تقبل ولا ما هو ما عرفوناش ما قالوش إيه هي الشريعة. لما حطوا، مفيش تعريف محدد أصلا للشريعة إطلاقا. لما حطوا قيد، حطوا قيد هلامي وهمي، معناه ادى الحق والسلطه للدوله الاسلاميه ان تقبل او لا تقبل اي شيء بدافع الشريعه، بمعنى ان كانها رفضت المواثيق الدوليه. لو ادينا مثال، مثلا انا بقبل انه للانسان حريه التدين او حريه اختيار الدين، لكن بشرط الا يخالف الشريعه. لما تيجي الشريعه قتل المرتد، اذا انا الشرط ملغي. ده فيها تفاصيل واسعه في الموضوع ده. هم ما حددناش ايه هي الشريعه، ما قالوناش ايه هي الحق البديل اللي نحطه بدل الشريعة. ما في، المفروض هم يقدموا حق بديل. طب الدول اللي بتنفذ دلوقتي أحكام زي اللي شفناها مثل الرجم، الصومال وكده، هل في كم هي الدول تقريبا اللي بتنفذ القطع اليد، جزء من الأحكام أو كلها أو البعض منها؟ في دول جزء أو بعض، لأن هو يعني الجزاءات الإسلامية كما تعلم أوسع من الحدود، في الحدود وفي التعزير وفي القصص. فالدول اللي بتطبق الجزاءات الإسلامية بدرجة أو بأخرى جزء كبير من ما لا يطبق الحدود يطبق التعزير، ما لا يطبق التعزير يطبق القصاص، ما يعني تقريبا أغلب الدول الإسلامية. لكن الدول اللي بتطبق الحدود بشكل فج ولا إنساني هتلاقي إيران. والفيديو اللي شفناه على فكرة من إيران، إيران 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 واسع جدا. سنة 2008 منظمة العفو الدولية جابت الإعدامات في العالم، عملت تقرير عن الإعدامات في العالم، دي ظاهرة واسعة جدا. عارف إيران كم واحد؟ كم واحد؟ واحد، أغلبهم ستات. هتشوف ده الموضوع ده كمان ليه أغلبهم ستات. 346 حالة في إيران سنة 2008، 102 في السعودية. دي رجم، مش رجم، عقوبات إسلامية. رجم وقطع يد اللي هو اعدامات. ده غير قطع اليد، ده حيروح الموت، موت فقط. 346 حالة موت. هل هي موت للرجم او موت اللي هي الحرابة او التعزير، ما اشوف ولي الامر يتناسب مع هذا. الحرابة فقط لبعض مشاهدين اللي يمكن يكونوا سمعوا عنها اول مره، انا بعرف ان الكثير منهم بيعرفوها، انه قطع اليدين والأرجل من خلاف، يعني بتقطع كل أطرافه بصراحة، يعني يصلب ويقطع أطرافه. شخص ما قلنا إيران، المملكة العربية السعودية، السودان، باكستان، بعض ولايات نيجيريا 12 ولاية بتطبق الشريعة الإسلامية، أفغانستان سابقا في حقب طالبان، ولحد دلوقتي في المناطق اللي فيها المسيطرة عليها طالبان أو الوضع الطالباني، ويؤسف له. زي البنت عائشة دي اللي قطع أنفها وأذنيها الراجل لأنه لم تخضع له في بيت الزوجية، هربت من حاجة بربرية. طبعا ده تعزير ملوش عقابة واضحة في الإسلام، لكن من حق الزوج كولي الأمر القضاء والحاكم والزوج يحدد العقوبة. وحدد العقوبة أنه يجدع أنفها والأذنين، وفي الشريعة الزوج ولي الأمر. فقلنا وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة، وهذا ما يؤسف. حتى الإمارات، حتى الإمارات، الصومال طبعا، بعض مقاطعات إندونيسيا، وفي ما تعزير أو قصاص في الأردن، جرائم الشرف كلها
منتشرة في الأردن جرائم الشرف هي تعزير. لا هو بيقتل البنت لو هي على علاقة مع حد وطبعا بيحكم عليه حكم مخفف عقوبة واهية أو بلا عقوبة. جرائم الصقر في مصر جرائم الصقر هي قصاص عين بعين وسن بسن ورأس برأس ونفس بنفس وإن لم تقبل الدية فمن حق الشخص نفسه أن اللي اتقطعت رجله يقطع رجل غيره أو ولي الدم أهله ده عقوبة واضحة قصاص ولي الدم له الحق هو دي الصقر جرائم الصقر منتشرة في الصعيد في أغلب الدول الإسلامية منتشرة أو بطريقة أو بأخرى الجزاءات الإسلامية بطريقة أو بأخرى. طب أنا بوجه يعني سؤال للمشاهدين وخاصة مشاهدينا المسلمين هل تعتقد أن هذه الحدود تليق بعصرنا الحاضر؟ هل تعتقد أنه نجمع ناس 50-60-100 واحد ونحط واحد أو واحدة محكوم عليها بالرجم نحطها وسط وبنبتدي بحجارة نضربها حتى الموت؟ هل هذا يتوافق مع عصرنا الحاضر؟ هل قطع اليد اللي شفنا في الفيديو أنه من تشريع الوليد بن المغيرة تم لازال ينبغي أن نعمل به اليوم في عصرنا الحاضر رغم أنه يخالف المنطق يخالف العدل يخالف كل القوانين الدولية؟ فدي أسئلة أوجهها للمشاهدين وأتمنى تشاركوا معنا بالتليفون أو بالإيميل أو عبر تعليقاتكم على الموقع أيضا في هذه الحلقة. الأخ مجدي يعني السؤال اللي دلوقتي عايز أطرحه هل هذه الأحكام خلقت مجتمع فاضل في أي فترة من فترات الحكم الإسلامي ما دام الآن تطبق في السعودية؟ هل جرائم السرقة يعني خلصنا منها ما دام الآن الرجم يسير في إيران يسري في إيران؟ هل خلصنا من الزنا؟ هل هذه الأحكام خلقت مجتمعات إسلامية فاضلة؟ العكس حصل للأسف. ما ده معروفة في علم النفس وفي علم الجريمة وفي كل حاجة هيحصل العكس بس هم مش عاوزين يأمنوا بكده. انت عاوز اقول لك ان دي عملت مجتمعات مشوهة مجتمعات الجريمة فيها زادت مجتمعات بقت ناخد مثال يعطيني امثلة ادينك على نبدأ بمثال خفيف وندخل في مثال اعمق مصر مثلا مثال خفيف على تطبيق الاسلامة والتعجيب والكلام زي كده اللي زادت الاسلامة حصل ايه في دراسة المركز المصري بس مصر ما بتطبقش الحدود دي أنا ما بتكلمش على الحدود بتكلم على الأسلام أنا بقول لك نموذج خفيف إلى نموذج أصعب طيب. اللي هو نموذج طيب السعودي لما طبقت الأسلام وحجبوا الناس ونقبوها بقى الشرع المصري أكتر من 80% محجبات ومنقبات إيه اللي حصل؟ في دراسة المركز المصري لحقوق المرأة بيقول لك 83% من السائحات يتعرضن للتحرش الجنسي الفاج والكلام اللي 72% من المحجبات يتعرضنا للتحرش الجنسي 64% من عموم المصريات يتعرضنا للتحرش الجنسي 89% من النساء العاملات يتعرضنا للتحرش الجنسي. مصر وفقا للواشنطن بوست من أسوأ دول العالم في التحرش الجنسي. هذا لدرجة ان يعني بقت مصر معروفة في تحذيرات في كل السفارات انت رغم المظاهر الدينيه الموجوده في المظاهر المظاهر الدينيه الكاذبه. تعال للسعوديه بقى نموذج لتطبيق دوله دينيه اسلاميه بكل ما تحمل الكلمه من الحدود الى كل شيء في السعوديه. في مقاله قيمه جدا نزلت في اتلانتيك مانثلي ودي مجله رصينه ومحترمه في امريكا ومن احسن مجلات العالم مجله شهريه قالت إيه؟ السعود المملكة من قريب هي عنوان المقالة كده قالت إيه؟ عن المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية ده إلا حاجات فظيعة جدا بتقول إني في شارع في جدة في حوادث مرور في شارع في جدة نتيجة إنهم الجيز اللي هم الشواذ بيلقطوا بعضهم من الشارع لدرجة معروف تمشي في هذا الشارع في جدة يلقطوا بعضهم من الشارع. واحد جيف للمجلة اسمه طلال من سوريا قال أنا اتنقلت سنة 2000 إلى الرياض وأنا بعتبر الرياض جنة الشواذ جي هيفن جنة الشواذ. بيقولك في نفس التقرير لهذه المجلة بيقولك مجموعة كبيرة من الميني جيز قالوا إن المجموعة كبيرة من الشواذ قالوا المملكة العربية السعودية احنا بنعتبرها our native lands أرضنا الأصلية الوطن الأصلي للشواذ الوطن الأصلي للشواذ.
في رئيس تحرير مجلة من جدة بيقول أنا نشأت في مكة وفي مكة هذا الموضوع منتشر جدا، لدرجة أن الكاتبة الصحفية الشهيرة معروفة جدا منى الطحاوي كتبت مقالة في المصري اليوم قالت أنا رحت الحج وتحرش بيه جنسين في قلب الحج وأنا شابة صغيرة. يعني منى عايشة في نيويورك صحفية من مصر. واحدة اسمها كار من بن لادن عملت كتاب وعرضته نيويورك تايمز اسمه من داخل المملكة Inside the Kingdom. كار من بن لادن دي اللي هي the sister in law of أسامة بن لادن، يعني هي نسيبة بن لادن، يعني نسيبة كار من بن لادن. قالت بقى شوف الشذوذ وسط الأثرياء والعائلات المالكة وغير المالكة والناس دي. المهم الانحلال الأخلاقي خطير، خطير. أقول لك حاجة برضو، مي ياماني وطبعا معروفة، مي ياماني باحثة أنثروبولوجيست معروفة في عايشة في لندن، بنت زكي ياماني أشهر وزير بترول، عاملة برضو مقدمة على في وسط العائلة قد إيه الانحرافات بين البنات الليزبيانز بين الصحقيات. دراسة بتقول أني ومعروضة حتى على اليوتيوب 23% من السعوديين مارسوا الشذوذ الجنسي، مارسوا الشذوذ الجنسي سواء بشكل دائم أو بشكل مؤقت، يعني في مرحلة معينة من أعمارهم أو مستمرين. 23% في بحث ميداني، هذه أعلى نسبة في العالم، 23% من دولة شاذين جنسيا. إذا احنا السؤال اللي نرجع للسؤال، خلق مجتمع فاضل مستحيل، يعني لأن المسلمين بيبرروا هذه الأحكام أنه حتخلق لنا مجتمع فاضل خالي من الزنا، خالي من الخمر، خالي من السرقة، لكن الهدف لم يتحقق. هل تحقق في أي فترة من فترات التاريخ الإسلامي؟ لا، ده التاريخ الإسلامي، ده التاريخ الإسلامي هو لم يتحقق نهائيا في أي فترة من التاريخ الإسلامي. وأنا أرى لك حاجة بس توضح فقط لغير قد إنه ما تحققش أبدا عن الخلافة الإسلامية. مش الخلافة الإسلامية هي طول التاريخ الإسلامي. شوف في كتابه القيم سعيد العشماوي اسمه الخلافة الإسلامية بيقول لك إيه، هي الخلافة التي قتل فيها ثلاثة من الخلفاء الراشدين وعزب فيها الأئمة الأربعة، هي الخلافة التي حدثت فيها الفتنة الكبرى وموقعة الجمل ووقعة كربلاء وموقعة الحرة ومظالم الأمويين وغير الأمويين وضرب الكعبة بالمنجنيق مرتين واستباحة الدماء وأموال وأعراض المسلمين والصراع بين الأمويين والهاشميين ومحنة خلق القرآن والحروب بين طلاب السلطة وهدم قبر الحسين ومذهب الخوارج والمذهب الحربي وأعمال الحشاشين وآراء القدرية وأفعال القرامطة وتفسيرات الباحثة. هي الخلافة التي انتشر فيها شرب الخمر والتجبيب بالنساء حتى في موسم الحج، شوف حتى في موسم الحج، واللهب واللهو واللعب والغناء والرقص والتخنيس واللواط، وامتلأت بغداد بالمواخير وبيوت الدعارة وأماكن الفسق ومحال القمار ودور الغناء، وامتلأت مكة أرض الحرمين بالمغنيين والمغنيات بما صاحب ذلك ولذم عنه من حواشي الفساد. وكان للرشيد اللي هو هارون الرشيد زهاء 1000 جارية والمتوكل 4000 جارية، وكانت الجواري تفضل عن الحرائر على الحرائر. وصل الأمر أن جارية مخمورة تصلي بالمسلمين وأن يجاهر الخلفاء بالفسق والزندقة والفجور. سعيد العشماوي والخلافة الإسلامية، ده جزء بسيط جدا من المجتمع، فساد الخلافة الإسلامية. خليني أسأل سؤال، هل في كل التاريخ الإسلامي طبق حكم من هذه الأحكام خصوصا الحدود، سواء السرقة سواء الرجم، على شخصية لها وزن في كل التاريخ الإسلامي إلى اليوم؟ لم يطبق ولا لحظة واحدة على شخصية لها قيمة. وكل ما يكلمونا يقول لك ابن اضرب ابن مش عارفية، حكاية عمر بن الخطاب حكايته. التاريخ الإسلامي كله قائم على، وحتى منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها، تقرير القتل ده، تقرير الإعدامات، بتقول إن لم يطبق إلا على الفقراء والأقليات والفقراء. يعني هو بيطبق على على مهمشي المجتمعات الإسلامية. الصحابة، خلينا نبدأ بعصر الصحابة نفسه، الصحابة اللي تبت تورطهم في سرقة أموال المسلمين، هل تم قطع أيديهم؟ لا يا سيد الفاضل، ما أنا بقول لك من لم يطبق في. أنا أبدأ لك بمعاوية. ده معاوية نفسه لما بدأ وراح المدينة اللي هي المدينة المنورة، لما رجع لها عشان بعد كده قال أما بعد فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مصر بولايتي، ولكن جالتكم بسيفي هذا مجالدة،
ولما راح مسلم بن عقبة قائد معاوية راح عشان ياخد بيعة يزيد في المدينة برضو أشاع القتل والدمار والسبي، حتى أنه اغتصب 1000 مسلمة بكر من بنات المسلمات، هل عقب؟ وقال حتى لما جه ياخد البيعة هناك قال اللي بايع يزيد على كتاب الله وسنته قال له دي مش بايعة، ما تبايعنيش على كتاب الله وسنة، هذه بايعة مشروطة، وقال أريد بيعتكم كبايعة العبيد بغير شروط. عمر بن العاص أشهر اللي غزا مصر وعمل مش الخليفة اللي دخل الإسلام لمصر. طبعا أنت لو قريت تاريخ الخلافة الإسلامية هتلاقي تاريخ الثراء غير المشروع، وتبت تورطه في سرقة أموال سرقة لا حصر لها. لما الخليفة عمر بن الخطاب قال له أنت سرقت وأنت حرامي بما معنى أصح، أرجع شوية لبيت المال، هل عقبه قطع يده؟ لا. مش سرق؟ كل الخلفاء الراشدين والأموين والعباسيين اللي عملوا ثروات طائلة من سرقة ونهب، هل طبق على واحد فيهم؟ هل يجيبوا لي مثال واحد في التاريخ أنه طبقت العقوبات الإسلامية الحدود الإسلامية على شخصية لها قيمة في التاريخ الإسلامي كله؟ هل يطبق في العصر الحديث؟ هل لم يزني ولا واحد من هؤلاء؟ هل لم يسرق ولا واحد من هؤلاء؟ ده السؤال اللي عايز أطلع. يا سيدي ده أسامة أنور عكاشة كتب مقالة على أمهات وجدات من حكموا الإسلام في تاريخ الخلافة الإسلامية، مقالة شهيرة لأسامة أنور عكاشة السيناريست الشهير كتبها في صحيفة الوفد وأدت إلى مقاطعته، بيقول لك هؤلاء هم الرجال الذين أسسوا الدولة الإسلامية، فلا غرابة أن نرى الدماء تلون كل أوراق تاريخنا لنرى مع بعض من أنجبنا البغايا. أولاد بغاية بما فيهم عمر بن العاص، طبعا هو اللي قال كده، أسامة جايب 11 نموذج. السؤال اللي عايز أوصله، لا ده خلينا نوصل للعصر الحديث. فضل. العصر الحديث أنا قلت لك أن منتشر الفساد والسرقة والنهب، طبعا أنت عارف معدلات الفساد في دول الإسلامية هي أعلى معدلات بين المسؤولين. هل قطعوا يد حد؟ تقول أميرة سعودية هربت مع شيء في بريطانيا، أميرة بحرانية مع جندي في أمريكي، وأميرة قرطرية مع واحد في مصر، وأميرة والدعارة اللي زبطوها شبكات دعارة لأمراء في فرنسا وفي بريطانيا لأمراء سعوديين، الخمور، هل طبق على أي من الناس دي؟ هل طبق على أولاد القذافي اللي منظمة العفو الدولية مطلعة بيان من بيان حديثا على عقوبة الجلد الإسلامية في ليبيا؟ هل جلد ابنه اللي بيسرح ويمرح في إيطاليا مع الغنيات، ولا ابنه في سويسرا، ولا حتى الملك السعودية اللي في مزرعة جورج دبليو بوش رفع الشامبين وكانوا بيشربوا شامبين، هل حد قال نطبق عقوبة الجلد على ملك السعودية الملك عبد الله؟ أنا مش هقول لك على ملك الأردن ولا ملك المغرب لأن دول أصلا متحضرين، فمش عاوز أقول لك بيعملوا إيه. المغرب ما بيطبقش الحدود. أنا بس مش عاوز أقول لك هذه الدول لم تطبق الفساد وسط المسؤولين وصل إلى أعلى درجة تتخيلها، ولم يطبق لا قديما ولا حديثا على شخصية. إذن الخلاصة اللي بنوصل لها، القانون الحدود دي بتطبق على الفقراء مثلا في السعودية دلوقتي، حد السرقة أنا بشوفه يطبق على العمال الأجانب أكثر شيء، واحد باكستاني، طبعاً واحد هندي، طبعاً واحد مش عارف إيه، يعني هل دي هي الخلاصة اللي ممكن؟ الخلاصة يا إما فقراء يا إما حد متغاظ من حد، زي ما أنا لقيت ضابط جيش إيراني حكم عليه بالرجم، تتبعته لقيت إن هو في خلاف مع الحرس الثوري، فعشان كده لفقوا له تهمة الزنا وتم. أو ذا ستونينج أوف سوريا الفيلم الشهير. أيوة. سوريا اللي أعدموها سوريا. والفيلم اللي اتعمل في أمريكا رجم سوريا، حصل إيه؟ سوريا دي جوزها عاوز يتجوز عليها، رفضت إنه يتجوز عليها، رفق لها تهمة الزنا ورجمت سوريا، والتقط أحد المصورين القصة وكتبها وصورت فيلما أمريكيا. طيب أنا خليني معلش قطعك، نتوقف مع فاصل ونعود بعده لإكمال الجزء المتبقي من هذه الحلقة عن الحدود الإسلامية، هل توافق القوانين الدولية؟ الصحافة المصرية تتورط في الترويج لفيلم مزور عن وجود اسم محمد في التوراة، قالوا أول فيلم وثائقي بالإنجليزية يؤكد وجود اسم النبي محمد في التوراة، وقالوا أعدته مجموعة غربية من المتخصصين في مقارنة الأديان، وقالوا وثيقة تاريخية بالغة الأهمية. فهل هو وثيقة تاريخية أم فيلم مزور؟ تابعوا الحلقة القادمة من سؤال جريء.
مشاهدينا لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء، خلينا أسأل سؤال آخر. ليه في بعض الدول مثل مصر، المغرب أو تونس مثلا، نجد الدول دي تدعي أنه دساتيرها بتعتمد على الشريعة الإسلامية، لكن رغم ذلك ما بيعملوش بالحدود والعقوبات، لرجم زاني، لقطع يد سارق، إيه الازدواجية دي؟ ما هو دي ازدواجية في تعريف الشريعة كمان، يعني حتى الدول اللي بتطبق الشريعة، من هنا هقول لك دلوقتي في تاريخ العالم الإسلامي كله فيما يتعلق بالحدود في حل قدمه لهم مثقفين العالم الإسلامي من المعتزلة إلى ابن رشد إلى سعد العشماء والنصر أبو زيد والناس دي، اللي هو خلاص دلوقتي قدامكم حل ما هو مفيش قدامهم دي عقوبات لا إنسانية قدام بعض الدول، حل من حلين، يا إما التأويل، والتأويل ده ان هو ان يراعي النص العصر، يلاقي مخرج لرؤية النص وقراءة النص الديني. العالم الإسلامي رفض التأويل على طول تاريخه، متمسكين بالنص وبحرفية النص، يبقى ما قدامهمش إلا خجلا أن يعلقوا، ما هو التأويل يا التعليق، يعلقوا التنفيذ، يعلقوا تطبيق الحدود. مصر أحد الدول اللي معلقة تطبيق الحدود، أنا حتى مش عارفين يعني إيه، أنا أقول لك حاجة، ما أنا بقول لك مش عارفين يعني إيه، أتحدى واحد يعرف لي يعني إيه شريعة وإيه، يعرفها لي تعريف حقيقي وفقا لتعريف محكم نقدر نمسكه في إيدينا. أنا على سبيل المثال الأسبوع الماضي قتلت سيدة قتلت سيدة في باكستان لأنها 10 شهور حامل، فقالوا أنها زنت فقتلوها في أفغانستان باعتبارها جريمة زنا. في نفس الوقت برضو يعني في فترة قريبة، في نفس الوقت يعني في الإمارات العربية المتحدة نشرت صحيفة البيان الإماراتية 28/3/2010، يعني لسه قريبة، واحدة كانت برضو حامل تجاوزت يعني إنها غايبة عن جوزها 10 شهور وحامل، فالمفروض كأنه ترجم لأنه زنت، ترجم بنفس الطريقة، بس لأولها حل، لأولها حل. القضاء الإماراتي قال لك إحنا بناخذ بالمذهب المالكي، والمذهب المالكي إن الحمل يستمر 5 سنوات. يعني شوف الحاجة الغريبة، استمر لا أولها حل، فأعفوها من القتل والرجم، في حين أن في أفغانستان يعني شوف دولتين بتطبق الحدود، دولة إيه ودولة إيه اللي بتطبق الحدود. أنت عارف في السعودية ممنوع أن المرأة تقود العربية، دولة زي باكستان تطبق الحدود والمرأة رئيسة وزراء. في الصومال وصلت أن المرأة ممنوع عليها أن تضع الستيان مشدات الصدر، يعني شوف ونفسه هنا رؤية المرأة، كل واحد بيشوف نصوص الشريعة بتأويل خاص به ويطبقها على الواقع تطبيق خاص به ويقرأها قراءة، إذا ما فيش تعريف موحد للشريعة ولا في تعريف موحد. سؤالي أنا ليه سألته، هل الدول دي خجلانة مثلا زي المغرب، تونس، مصر، هل هي خجلانة من الشرائع دي والحدود وحاولوا يعني يتجاهلوها حاجة زي كده؟ هل ده خجل منها، عارفين أنه حتواجه العالم كله، حتفضح الإسلام، حيشوفوا كل الناس حقيقة الإسلام لو طبق على أرض الواقع؟ ده صحيح، جزء منها خجل، وجزء منها بعض الدول بتعتبرها برضو بتاخد ما احنا لو رجعت لهذه العقوبات هل هي مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان؟ كل الحدود الإسلامية بلا استثناء، كل الحدود الإسلامية مخالفة ومجافية لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر نصا وروحا، يعني مش بس روحا، نصا وروحا. بالإضافة إلى أن هذه المواثيق مخالفة أيضا لاتفاقيات واضحة جدا، يعني أنا أقول لك حاجة، في اتفاقية اسمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره، دي اتفاقية مش مجرد إعلان، اتفاقية دولية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ده صدر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984. يعني كل العقوبات الحدود مش قاسية، مش لا إنسانية، مش مهينة طبعا. طيب خليني أنا أشجع المشاهدين يشاركونا بإيميلاتهم ومكالماتهم، وفي نفس الوقت أخذ مكالمة من الأخ جعفر من كندا. أهلا بك. ألو أخي جعفر، تفضل.
أخ جعفر أنا سامعك، تفضل. مساء النور. كيف الحال أخ رشيد؟ مشكور رب، تفضل. الحقيقة أنا يعني تابعت مواضيعكم في أكثر من حلقة بس ما صار لي أي فرصة أنه أتصل بكم هاي المرة الأولى. شكرا جزيلا على المواضيع اللي طرحوها. العفو. موضوع الحلقة اليوم اللي هو يتعلق بالحدود الإسلامية اللي خاصة ب الرجم وقطع اليد إلى آخره. نعم. أنا يعني حبيت أقول إنه ما حتى المسلمين نفسهم هم يعني ليسوا قادرين على أنه يطبقوا هذه، يقبلوا تطبيق هذه الحدود عليهم. الموضوع بإشكالية كبيرة. هذه الجواب أنها لا تتفق مع حقوق الإنسان، لا تتفق مع القرن 21. لو سألت المسلم هل توافق أنه هذه الحدود تطبق بدون أن تذكر أن هذه الحدود هي حدود الشريعة الإسلامية، الجواب راح يكون هو أنه لا، أنا لا أوافق وهي لا تليق ب زمن مثل الزمن الحالي. لكن لما تربطها بالإسلام هناك نوع من الخوف يصبح، يعني أنا مسلم وأعرف هذا الشيء، أنا يعني غير مطبق للشريعة الإسلامية، أنا أصلا تربيت في بيئة اللي هي يعني بعيدة تماما عن تطبيق الشريعة وأقرب إلى الإلحاد. لكنه أعرف أنه في فترة السبعينات الوضع كان يختلف على فكرة، ما كان في مد ديني بهالشكل بالعراق، أنا عراقي على فكرة. واللي صار في الوقت الحالي أنه كان صار في توجه أكثر للتدين، واللي صاير بالوقت الحالي أيضا الناس بعض الناس ما تقدر تطبق الدين بأكمله. لكن مش شايف الاختيارية. مش شايف معي أخ جعفر أنه ده لو انطلقنا من الحدود دلوقتي للشريعة أنه الإسلام لا يقبل التطبيق في العصر الحاضر. الناس لو سألت أي مسلم يقول لك أنه القرآن صالح لكل زمان ومكان والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لكن تطبيق الحدود بالذات ألا يثبت أنه هذه النظرية غير صحيحة؟ هي النظرية غير صحيحة سواء بتطبيق الحدود أو بعدمها، يعني هو هذا جزء من المشكلة. أنا يعني علقت على الموضوع عندي تعليق بالموقع وأكرر الآن أنه زوجتي عندي حاليا هي ليست محجبة، هي ليست مطبقة للشريعة، لا تصلي، لكن في رمضان مثلا تحاول أن تطبق الشريعة، تحاول أن تصلي، تحاول أن تصوم، تأخذ جزء منها. لما أسألها عن هذه الحدود تحاول أن تقول أنه لا أنا ما أصدق أنه الإسلام بهذا الشيء. المشكلة هي أنه أكثر المطبقين للإسلام هم لا يعرفون الشريعة بالشكل الصحيح. صح. لا يعرفوها أو يحاولون أن يتجاهلوا هذا الشيء. صح. لأنه معرفة المعرفة بهذه الأمور سبب عندهم نوع من الإرباك، من القلق. والمشكلة أنا برأيي، يعني أنا عندي سؤال لك حاليا. الحل يجب أن يكون بتطبيق قوانين دولية على الدول الإسلامية يمنع تدريس الشريعة الإسلامية في المدارس بهذا الشكل. لأنه الشاب اللي يوصل عمره 18 سنة وتطلب منه أنه يوافق على مثل هذه الأمور لن يوافق عليها إطلاقا. إلا في حالات يعني نسبة قليلة جدا. لكن لما تغسل دماغ الطفل من الصغير هو تعلم أنه كل هذه الأمور هي أمر رباني لا يمكن مناقشته، يصبح فيها نوع من الخوف، كما قالت الدكتورة وفاء سلطان. يعني أنه الإسلام هو ليس دين، هو عقيدة سياسية تفرض بالسيف. أشكرك أخي جعفر، أشكرك يعني... أنت لخصت الموضوع كله وأشكرك على المداخلة الحلوة. نأخذ الأخ عبد الله من السعودية، أهلا بك. مساء الخير يا رشيد وضيفك والمشاهدين. مساء النور، مرحبا بك أخي عبد الله. الله يخليك. مداخلت اليوم معاكم بقضية الحدود الإسلامية. أولاً عفواً يا أخوي رشيد، لا يخفاك أنه هذه الحدود المستمدة من القرآن الكريم، الحدود الإسلامية أيضاً هي مستمدة من كتاب الله اللي هو التوراة والإنجيل. طيب. فالذي يطعن في حدود القرآن هو يطعن في حدود التوراة والإنجيل، لأنه قطع يد موجود في التوراة، الرجل موجود في التوراة. أخ عبدالله، الكتاب المقدس. أخ عبدالله، خلينا
ننهي هذه النقطة الآن قبل ما ننتقل إلى أي نقطة أخرى. اديني وين موجود مثلا قطع يد السارق، قطع يد السارق في الكتاب المقدس؟ بإمكانك الرجوع إلى سفر التثنية الإصحاح 25، الإصحاح 25 والفقرة 11. أما بالنسبة لا استنى أهو عند الكتاب المقدس 25، ممكن لو تعيد من فضلك 25 فقرة 11. إذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا، رجل وأخوه، تقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته، هل هذه سرقة؟ طيب أكمل. لا، هل هذه سرقة؟ انت اكمل الان، انا اتكلم عن قضيه قطع هذا اليد. هذا بيتكلم، لا انا ما بتكلمش بس على قضيه قطع اليد، انا قلت لك حدود قطع يد السارق بالضبط. طيب هذا يا اخي قطع يد ولا لا؟ لا، احنا بنتكلم على قطع يد السارق شرعه الوليد بن المغيرة، لم يشرعه الكتاب المقدس. لم يشرعه الكتاب المقدس، شرع حدود الله. بس وفيه قطع يد. طيب انا اقول لك حاجه عشان ننهي الموضوع من الأول. كل ما فيه حدود في الكتاب المقدس إجا المسيح وحملها علينا على الصليب، عصر آخر في تدرج في التشريع. فنحن نؤمن بالعهد القديم أولا وجاء بعد العهد الجديد، ولا يوجد من في المسيحيين الآن في العالم من ينادي بقطع يد أو برجم أو بقتل. الدين كنيسة واحدة في العالم، لا يوجد مسيحي واحد ينادي بهذه الحدود. نؤمن أن الله تدرج في التشريع من شعبه إلى اليوم. لكن الخلاف بيني وبينك أنك الآن كمسلم تريد أن تحكم العالم بهذه الشريعة. المسيحيون لا يريدون أن يحكموا العالم، لا يريدون أن يطبقوا رجم، لا يريدون أن يطبقوا قطع يد. هذا هو الخلاف الجوهري بيني وبينك. طيب ممكن أرد؟ تفضل. ممكن أرد عليك؟ ما أنا قلت لك تفضل. طيب. تفضل مرتين. أنا قلت لك عندي، شكرا، أنا عندي ثلاث نقاط من فضلك وأرجو أنك ما تقاطعني حتى أنا ما بقاطعك، أنا ما بسمح أنه تمضي من غير ما نوضح نقطة مثلا. يا أخي أنت عندك البرنامج كله، وضح زي ما تبغى وزي ما توضح أنتم من فضلك في برامجكم كلها. بس الأمور ما بتمشي بهذا الشكل، أنهم يتكلموا. أنا بسمح لك تتكلم، أنا منعتك تتكلم يا أخي. طيب، فأنا أقول بأن أحكامنا هذه مستمدة من تعاليم الله، والله أعلم بالنفس البشرية من أي إنسان غربي علماني ملحد. هذا أولا. هل تؤمن طيب خليني أقول لك، هل تؤمن أنه اليوم في عصرنا الحاضر لازم نجتمع حول وحدة ونحطها وسطنا ونرجمها؟ هل هذا يوافق عصرنا الحاضر؟ ده السؤال. هذا سؤالك أنا أرد عليه بالتالي. أولا، نحن نؤمن بأنه هذا كلام الله، والله هو أعلم. فأنا أرى إنه أنا ما بناقش معك ده كلام. بس أخي عبد الله، عشان تسهل علي وعليك، أنا ما بناقشك الآن هو كلام الله ولا مش كلام الله، ده موضوع تاني. موضوع الآن، هل بتؤمن أنه لازم اليوم في عصرنا الحاضر هذه القوانين هل بتوافق الحضارة اللي وصلنا ليها، أن نجتمع اليوم ونحط واحدة وسط وبنبتدي نرجمها؟ هل بتؤمن أنه هذا عمل حضاري يوافق القوانين الدولية دلوقتي؟ يا أخي الكريم، قلت لك بأنه أنا مواثيق دولية، ما دولية حضارة، أي حضارة تتكلم عنها وأي مواثيق دولية. هؤلاء ناس ملاحدة علمانيين انحلاليين، مش شغلنا هم ملاحدين. أخي إنه هذا الشيء. طيب، هل تؤمن، سؤالي بسيط جدا، ولا لا تؤمن أنه اليوم ينبغي أن نقطع يد السارق ونرجم الزاني ونقيم حد الحرابة على المفسد في الأرض؟ ده سؤالي لك. نعم، أنا أؤمن بأن هذه الأشياء هي الخير والبركة للناس، ولكن بشروط. أشكرك. وهل تسمح لي أن أذكر هذه الشروط؟ أشكرك. مهما كانت الشروط، يعني واحد سرق بيضة نقطع يده؟ ده حد السرقة في الإسلام؟ لا.
لا موجودة. لا لا لا. أنا أذكر لك الشروط. ربع دينار، واحد سرق ربع، سرق يعني ربع دينار نقطع يده. تفضل تفضل. لا 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 لا، هذا لا يقوله الإسلام أبدا. طيب. ولا يقوله الله أبدا. طيب. الله يقول. طيب. طيب. لا لا استنى استنى فيها. أخ محمد لأنك بتقول لا أخ محمد أو أخ عبد الله، عفوا أخ عبد الله، بتقول إنه هذا الكلام لا يقول به الإسلام، عشان بس نشرح للمشاهد وما نسمح بتمرير معلومات مغلوطة. لعن الله، ده في الصحيحين. لا لا لحظة لحظة، لأنك قلت غير موجودة، فأنا بقول لك موجودة، كلامك مش صحيح، ولازم أعطي نص للمشاهد عشان يشوف إنه النص بيأكد كلامي وبيخالفك أنت. في الصحيحين لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. سرقت حبل، حبل بس، ما فيش أي حاجة تقطع يدك. في حديث آخر لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، ده موجود أيضا في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. قلت أنه في البيضة مش موجود. في صحيح البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، لما حسبنا ربع دينار هو تقريبا ما يعادل 15 دولار، يعني واحد أخذ 15 دولار سرقها تقطع يده، واحد سرق 1000 دولار برضو بتقطع يده. اديني أين العدل في هذا الحكم يا رشيد؟ يا أخي عبد الله، يا اخويا رشيد، انت تبغى تتكلم لحالك انت وضيفك. انا مش اتكلم لحالي، انت قلت وندي وجهه نظرنا. اخ عبد الله يا اخي، حتى لو تكلمت كلام غلط لازم تسمع لي حتى تصحح لي الغلط. لا انا مش هاخد ودي معك بهاي الطريقه. شو عندك ديمقراطيه يا اخي عبد الله؟ يا اخي عبد الله انا مضطر ان انهي المكالمه لانه بصراحه مش ماشيين لاي حته. أخ عبد الله أنا لازلت أقول لك أنه اديتك نصوص تثبت أنه تقطع اليد في البيضة، وده موجود في الصحيحين. لما تأمش بالصحيحين دي مشكلة تانية. أنا عاوز أعلق على حاجة، لأن أنت بتكلم من وجهة نظر دينية وأنا أتكلم من وجهة نظر حقوقية الحقيقة. هو قال لك أنا مش هدخل الحضارة، هو قال أنا مش عايز الحضارة دي. الحضارة دي أي حضارة؟ أي حضارة ملحدين وعلمانين. هو مجتمعه 23% منه، 23% منه شواذ. شوف تخيل بيتكلم بينتقد إيه وهو وهم إيه. لا أنا بقول حاجة الأهم بصرف النظر عن العهد القديم إيه ولا مش عارف إيه، إحنا بنقول إن الدولة الحديثة جاءت على أنقاض الدولة الدينية، وبالتالي احنا استبعدنا الدولة الدينية تماما. الدولة الحديثة قائمة على الأنقاض، سواء العهد القديم، سواء احنا لغينا الدولة، ده الدولة الدينية ارتكبت فيها بشائع حاجات بشعة في العصور الوسطى الظلامية في أوروبا. فاحنا عملنا عصر حديث، حضارة حديثة قائمة على أنقاض الدولة الدينية، دخلها العالم ما عدا الدول الإسلامية. عاوز أقول لك حاجة، الدول الإسلامية مش فقط هي الدول الوحيدة في العالم التي تطبق لسه هذه العقوبات، ولكن الدول الإسلامية لا توجد دولة واحدة، شوف بقى الكلام ده، لا توجد دولة واحدة في العالم في دستورها يقول مرجعية دينية إلا وكانت إسلامية. فيش دولة خارج النطار الإسلامي. هل في ناس دلوقتي بترجم غير البلدان الإسلامية؟ أنا بقول لك ما فيش ولا دولة في العالم بتمارس هذه الحدود إلا دول إسلامية. يعني لما نسمع مثلا أخ مثل الأخ عبد الله عايز يلاقي مشروعية للي بيعمله في كتب مثلا المسيحيين واليهود، رغم أنه ولا يوجد ولا، ما هو إسرائيل قائمة، هم قالوا كده. هل طبقت مثلا رجم، أم طبقت قطع يد، أم طبقت شيء؟ هم قالوا ده تراث تاريخي. اليهود والإسرائيليين قالوا ده تراث تاريخي، والمسيحيين بيقولوا أنه المسيح إجا بعصر النعمة وأخذ كل الأحكام عننا، عصر جديد. يعني الفكرة أنه دلوقتي مين بينادي بالتطبيق الشرائع دي في دلوقتي؟ ممكن نلاقي تفسير أنه في العصر، في العهد القديم دي كانت ملائمة للحضارة كما كانت في ذلك الوقت. خلينا يعني، لكن لو جينا لدلوقتي مين بينادي بخلاف الدول الإسلامية؟ التطور الإنساني، الإنسان نما ورشد بعد آلاف السنين من تعامل الله مع البشرية، حصل رقي. ما أنت قلتها، قلت أنه ابتداء من 1648 وبعدين 1948 لما ابتدت يعني الإنسانية تتقدم مش بتتراجع للوراء. طبعا طبعا بالتأكيد، أنا زي ما قلت لك إن فيش دولة واحدة في العالم تطبق هذه العقوبات القاسية اللا إنسانية إلا وكانت دولة إسلامية، ولا توجد دولة واحدة في العالم دستورها ينص على مرجعية دينية إلا وكانت دولة إسلامية.
طيب أشكرك. خلينا نأخذ هذه المكالمة من أخ عادل من السودان. أهلا أهلا أخي عادل. أستاذ بكيت. نعم. وأستاذي العزيز مجدي. بالنسبة للشريعة الإسلامية أنا رأيت وبعيني الجلد، رأيت بعيني الجلد الحاصل في السودان في سبتمبر سنة 83 أيام النميري، وقطع اليد كان في سجن كوبر بحضور آلاف من الناس. نعم. الشيخ محمود محمد طه رئيس حزب التحرير، هذا الرجل عشان علق في الإسلام شيئا حل دمه وشلق في سجن كوبر، وبعد الشنق أخذته الطيارة ورأينا الطيارة بعيونا وهي تبحر تطير من الخرطوم ماشي على البحر الأحمر على السودان عشان يرموه في البحر هناك. دي واحدة. يعني أنا الأمثال دي أمثال ضعيفة يعني خفيفة جدا مما رأيناه في السودان. يعني الجلد والمشكلة على إنه لو عايزين نطبق الحدود دي يعني من رئيس الجمهورية أو تحت رئيس الجمهورية لكبار الناس دي كانوا المفروض هم يعني الحاجة الثانية. الأخ عادل، الأخ عادل، الأخ عادل. نعم. شفت حضرتك مسلم ولا مسيحي؟ أنا مسيحي. مسيحي بالولادة أم عابر يعني؟ لا 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 أنا مسيحي 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 أصلي. طيب. طيب هل شفت الأحكام دي بنفسك بتقول؟ أنا شفت الجلد بعيني. نعم. أنا بيني وبينه 15 متر. هل دي منظر يعني استحملته؟ هل وصف لنا شعورك كواحد بيتفرج يعني؟ أستاذي رشيد حاجات مؤلمة والله صدقني على ما أقول. وبعدين كان جابوا قسيس كاثوليكي من مدرسة الكامبوني اللي هي إيطالية وحاولوا يجلدوه وفعلا خففوا الجلد لعشر جلدات. نعم. محمود محمد طه رجل أنا بتكلم عن رجل إسلامي، محمود مفكر. محمد طه رئيس حزب التحرير. هذا الرجل أعدم في النكوبة كان مفروض أنا أمشي أحضر لكن ما يتحمل المنظر ده أنا هناك. نعم. وبعدين امرأة حاملة عشان كانت بتبيع في الشارع عايزة تاكل عيشها مسكوها وجلدت أمامي وأنا شفت الكلام ده. نعم. ثاني حاجة يعني أنا بقول إذا والله لا يعني ولا واحد حتى في السودان أنا بعرف المقولة اللي انتشرت وقالوها للإخوة اللي صاروا مسيحيين يعني بيقولوا أإله أنت أم جزار عشان قطع اليد. نعم. لا لا وبعدين يعني كانت يعني مأساة 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 شديدة. الحاجة الثانية محمود محمد طه عشان ناقض في الإسلام شيء وأدي في سجن كوبر وحكي لك السجن. طيب كوبر ورموه. أشكرك أخي عادل وناخذ مكالمة من أخت أمال من فرنسا. أهلا بك. مساء الخير أخ رشيد. مساء النور تفضلي أختي. مساء الخير لضيفك الكريم. أشكرك. أنا أحب أعلق على ثلاث نقاط تقريبا. نعم. عن القتل، إذا في أي مجتمع نعرف أنه أخطر الجرائم هي جريمة القتل، فإذا أبيح القتل فأي جريمة أخرى يمكن أن يحط لها قانون؟ وإذا كان القتل مباح من قبل شخص يدعى نبي، فأي نبي هذا وأي إله سفاح ومجرم اللي يبيح القتل؟ ثانيا الرجم، الرجم هو للمرأة الزانية. هذا ما نعرفه كلتنا، لكن الرجم ممكن يكون للشريعة اللي تبيح الرجم، لأن من حضرتك مسلمة ولا مسيحية لا 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 أنا مسيحية. أنا نعم. مسيحية. طيب هل بتوافقي على كلامنا أن الحدود دي أنه ما تليقش بالعصر الحاضر؟ نهائيا ما تليق. اديني سبب ليه بتشوفيها انه ما بتوافقش روح العصر؟ لان ممكن ان تعالج هاي بطرق
كلها أمراض نفسية، ممكن تكون أمراض نفسية تعالج عند الأطباء، لكن المشاكل والأخطار الأخرى اللي تداهم العالم اللي هي المناخ والبيئة لازم يفكرون كيف يلقون حل، شلون ما يفكرون الأمريكان والدول الأوروبية. فإذا كان عندهم قطع اليد أو قطع الأنف أو الرجم لحد الآن، فكيف راح ينقذون العالم بهالعقلية؟ أشكرك أشكرك، كلامك مزبوط. الأخت يعني قدمت يعني في أفكار جيدة، أنا بالنسبة لي يعني عود أنه يروحوا يفحصوا هل في مرضى نفسيين، في ناس يعني الغرب دلوقتي بعض الأحيان حتى السرقة بيقول لك بيفحصوا الشخص هل عنده مرض، هل هو مدمن سرقة، هل عنده أسباب تانية وبيعالجوها بطرق مختلفة. والموت الرحيم، مش الموت الرحيم ده دخل التوقع والغاء عقوبة الإعدام، ده بتطور الفقه يعني تطور حقوق الإنسان وصل لمرحلة متقدمة جدا ولسه كمان مستمر. ده أنا ليه صديق قال أنه في بلد من البلدان عشان ما اذكرهاش انه حصل انه فيران دخلوا بيته، فنادى وحدة مكافحة الحشرات او الفيران فقالوا له اوعى تعمل اي سم، احنا جايين عندنا سم خاص عشان ما يتعذبش الفار ويموت بسرعة. فلو الناس اللي راحوا يعني مضوا أشواط في الحضارة بيفكروا حتى في الحيوان علشان ما يتعذب. واحد بيجي دلوقتي وبيدافع بيقول لك انه عقوبة الرجم، ايوه دلوقتي انا اقول انا اعلق لك على الالم ده. المادة 104 من قانون رجم الزانية في ايران، في القانون الايراني 104 تقول لك ايه؟ اولا الراجل يتحط لحد نصه كده في الحفرة، يعني ما شفنا، والست لا فوق صدرها عشان ما يغريش اللي حواليه، وكأنه الناس بتفرج منظر الرجل هتغرى يعني. شوف بقى يقول لك ايه، ما تضربش بحصوه صغير حجر صغير عشان ممكن ما تشعرش بالالم، ولا بحجر كبير حتى عشان ما تقتلوش عشان من ما تموتش بسرعه. حتى تستمر التعذيب ساعه الى ساعتين، اللي هو حجاره متوسطه بينقوا حجاره متوسطه. شوف تخيل الساديه، شوف المجتمع السادي ان ناس تمسك حجاره وترجم، دول هيبقى ايه؟ دول هيطلعوا بعد ما يرجموا كام حاله هيبقى شكلهم ايه؟ شكل منظر الدماء ومنظر واحد بيموت قدامك، ايه الاثار النفسيه وهو مشارك على اللي مشارك في هذه الجريمه البشعه. هو وصل لساديه غير عاديه، بالاضافه الى قطع اليد. دي قطع اليد ده بالاضافه الى انه بيخلق شخص حاقد كاره المجتمع عاوز ينتقم منه، معاق نفسيا وذهنيا وجسديا وكل شيء. هذا الشخص مش كمان بطل قوة عاملة مدربة بطل لا، وتخيل هل بيضة أنا يعني الأخ بيقول لك أنه مش موجودة، ده موجودة في الصحيحين، بيضة يعني لو سرقت بيضة دجاجة تقطع يدك. لا طبعا، ما يعني أنا عاوز أقول لك قد إيه بشاعة أنه هنا بيرعوا فأر أو قطة، ودول بيعاملوا هذا الانسان اللي قتلوها وهي حامل، دي اللي قتلوها في طالبان وهي حامل، ده حتى في العصر الروماني، العصر الروماني اللي كانت العقوبه قاسيه جدا في العصر الروماني، معروف ان تغليظ العقوبات في القانون الروماني. أيوه. انت عارف السيزيريان دي جايه من السكشن بتاع أيوه. ان القيصر العمليه القيصريه جايه من ان لا ترجم امراه وهي حامل. فيؤمر القيصر، جات السيزيرين وخدت ان تفتح بطنها عشان يطلع الجنين، ترجم بدون جنينها. وفي طلبان في العصر الحديث سنة 2010 يرجموا الست، هم قتلوا اثنين، قتلوا طفل خلاص على وشك يولد، وقتلوا امرأة قد تكون مظلومة زي بياخدوا الزوج هو اللي بيتهم، والزوج هو بياخذ كلامه، عصر الذكوري، وتلاقي اغلب اللي بترجموا سيدات. مجتمع بشع فوق ما تتصور من البشاعه والهمجيه، فوق ما تتصور. طيب احنا هنتوقف مع فاصل ونعود بعده لاكمال هذه الحلقه من برنامجكم سؤال جريء. الصحافه المصريه تتورط في الترويج لفيلم مزور عن وجود اسم محمد في التوراة. قالوا أول فيلم وثائقي بالإنجليزية يؤكد وجود اسم النبي محمد في التوراة، وقالوا أعدته مجموعة غربية من المتخصصين في مقارنة الأديان، وقالوا وثيقة تاريخية بالغة الأهمية. فهل هو وثيقة تاريخية أم فيلم مزور؟ تابعوا الحلقة القادمة من سؤال جريء.
لم يأمر بقتل أحد. انتشرت في شبه الجزيرة العربية زمن محمد كما قلت. لا يمكن أنك طلبته وسيترك، استحالة. لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. ثق أن هناك استجابة إلهية. هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ عودة مشاهدينا لهذه الحلقة من برنامج سؤال جريء. وصلت بعض الإيميلات، وشجع مشاهدين آخرين أنه يبعثوا أيضا أسئلتهم وتعليقاتهم على هذه الحلقة على إيميل البرنامج. الدكتور سموئيل يقول: الحدود الإسلامية لا تصلح للتطبيق اليوم خصوصا في مصر، لأنه لو تم تطبيقها سوف نجد عدة آلاف من الحرامية والسارقين والناهبين تقطع أيديهم يوميا، وعدة آلاف من الزنات في كل شوارع القاهرة يجلدوا، وعدة آلاف يرجموا يوميا. ودي ملاحظة، يعني كم واحد سيرجم كل المجتمع؟ هم ما بيعملوش حتى واحد في الألف ولا واحد في المئة ألف، ما بيطبقوهاش على واحد في الألف. ده لو طبقوها تطبيق حقيقي هتلاقي مثلا 30-40% من المجتمع، سواء السرقة أو الزنا أو القصف المحصنات أو يعني حصيلة هذه الموضوع التراكمية، الحصيلة التراكمية ممكن تؤدي إلى نصف المجتمع مقطعين الأوصال. الأخ نصري يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أين هي الرحمة في قطع الأيادي ورجم الناس؟ وماذا لو طبقنا رحمة العالمين هذه؟ صدقني سنشاهد مجتمع معاق صاحب عهات. في الأخ بيقول، ما مش عايز يذكر الاسم، اللواط منتشر جدا في السعودية، ويقول: أنا من أهل السعودية وأكد هذا الكلام، الرب يرحمنا، شيء مؤسف فعلا. الأخت نيفين تقول: أرى الإسلام يضع نفسه مقام الله حيث يحاسب الناس ولا يحاسب نفسه. الرب يسوع عندما أحضروا له المرأة الزانية قال: من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. فكيف كلنا خطايا نحاسب بعضنا البعض؟ هل البشر حشرات؟ هل البشر لهم حق الحساب؟ الله يسامحنا. في أخ آخر يقول: الكتاب المقدس يقول الصديق يراعي نفس بهيمته، بينما الإسلام لا يعير الإنسان أرقى المخلوقات أي اهتمام، بل أهدر كرامته. يعني واحد بص، الإيميل الأخير يعني ذكر شيء مهم، كرامة الإنسان. يعني الموت حتى الإعدام، والذين ينادون بحتى حذف عقوبة الإعدام بيشوفوا أن الإنسان له كرامة، ودي إلها يعني أساس مسيحي طبعاً. أن الإنسان مخلوق على صورة الله، فلا يهان بهذه الطريقة أمام الناس، وأنه يجتمعوا وتهان كرامته حتى لو مات يموت بكرامة. لا ده حتى في، أنا عاوز أقول لك، أنت تكلمت على كرامة الإنسان في كل، أغلب الموسيقى الدولية تكلموا عن حقوق وكرامة الإنسان، الكرامة الإنسانية دائما في الديباجية بتاعة الموسيقى الدولية تكلموا عن الكرامة الإنسانية، بما في ذلك في أحد مواثيق حقوق الإنسان اللي طلعت سنة 84 تتكلم على شروط الإعدام، حتى الدول اللي تطبق عقوبة الإعدام إيه شروط الإعدام والتأكد والأحكام النهائية وحتى طريقة الإعدام وهذا المواضيع. فبالتالي يعني كرامة الإنسان جزء أساسي من الحضارة المعاصرة. طيب ناخد مكالمة من الأخ بندر من السعودية. أهلا بك. سلام ونعمة يا أخوي. سلام المسيح معك، تفضل. أهلين أخوي رشيد، حب أسلم عليك وأسلم على الأستاذ مجدي. أشكرك أخي بندر. شكرا لكم على الحلقة فعلا جيدة، وأحب أضيف نقطة قالها الأستاذ مجدي. أيوة. وهي فعلا نقطة دقيقة جدا، وهي أنه الشواذ موطنهم الأصلي أو موطنهم موجود بالرياض، وحاب أني أقول أن أعمارهم الموجودة يعني اللي يتبعون الطريقة دي من 13 سنة إلى 17 سنة، يعني يا رب يرحمنا بس من الشيء هذا. طيب حضرتك من السعودية، هل سبق وشفت واحد من هذه الحدود يطبق أمام عينيك أو يطبق على حد بتعرفه أو شيء من هذا القبيل؟ لا أبدا، والدليل على كلامي حاب أقول كلمة للأخ عبد الله، هو بيعرف الشيء هذا كويس، موجود بالسعودية
وهي سرقة أنبوبات الغاز، سرقة الجوالات، وأشياء كثيرة مستحيل يطبقوا عليها الحدود دي. يعني بس مجرد كلام. نعم. لكن بتطبق، وهل كلامنا صح؟ لأنه أنا قرأت كذا مقال أنه تطبق على الأجانب أغلب شيء، ليس على المواطنين السعوديين. صحيح، صحيح الكلام هذا. وتطبيق الشريعة فقط على الناس اللي بيشتغلوا، جايين يشتغلوا، يعني الشريعة بس على الناس الغرباء، لا أكثر ولا أقل. نعم. وهل بتشوف بتوافقنا؟ أنا شايف أنك شبه تارك للإسلام، لأنه من كلامك لا توافق على أنه هذه الحدود تصلح. أبدا لا تصلح، لا الإنسانية ولا حتى العدل. هل مجرد كلمة العدل لا يوجد عدل. هل سبق وكانت هذه سبب في تحولك عن الإسلام؟ واحدة من الأشياء ممكن تكون الحدود. للأسف ما حصل الشيء هذا، لكن أحب أني أشهد شهادة. نعم. وهي شهادة حق أرجو من كل الناس يسمعوها، أنه لا إله إلا المسيح، وأن محمد هو مجرد رسول للشيطان، لا أكثر ولا أقل. أشكرك أخي الحبيب على المشاركة، وربنا يكون معك. الأخ البغدادي من اليونان، أهلا بك. السلام عليكم رشيد. سلام، تفضل أخي البغدادي. رشيد، ممكن تسمح لي نناقشك شوية؟ لأن تقريبا حلقتين ما سمحت ليش باش نناقش معك فيهما. تفضل، أنا لو عندك أي تعليق يخص الحلقة برحب به، لكن تأخذ أنت معايا لتضييع الوقت ما برحب به أبدا. لا لا، مش ضياع الوقت الحلقة. نعم، يعني الإسلام، نعم، القوانين الدولية كلها انبثقت من الإسلام، مش يعني القوانين الدولية كلها انبثقت من الإسلام. نعم نعم، شوف أعطيني قانون واحد مثلا انبثق من الإسلام. واحد يعني غادي نقول لك مثلا واحد في سورة توبة. أيوة. مثلا اللجوء اللي انت راك فيه هناك، اللجوء اللي راك يعني في أمريكا ولا في ما عرفش القرآن. أنا فين؟ المهم ما عرفش أمريكا ولا في، لأن شنو نقول لك؟ غادي نكون نقول لك واحد الكلمة ممكن غادي تنزعج يعني. غادي نقول لك يعني أنتم تعتبروا كقاعدة يعني في أمريكا، زي القاعدة في أفغانستان. الله يجازيك، الله يجازيك. خليني نشبهك يعني غير. المهم أنا غير قلت لك يعني أنت في أمريكا ولا في، ما بغيتش نناقشك في هذه الأمور هذه، إنما باغي نناقشك هنا. الله يجازيك. أول ما أعطى اللجوء للإنسان وهو القرآن. لا، ده كلام مش صحيح. أولا صحيح، افتح ما عندك القرآن؟ عندي القرآن. افتح سورة التوبة رقم 5. يا طيب، توبة رقم 5 بتقول ايه؟ تقول وإن استجارك مشركون فأجره فأبلغه، يعني حتى يسمع كلام الله فأبلغه مأمنه، يعني أعطيه حرية يبقى في البلد يعني أمين حتى ما يرجعش. الإجارة جابها الإسلام، دي كانت في الجاهلية يا أخي قبل الإسلام. لو جاز تسمية تجارة خليني نقول لك لا بتقول كلام غلط يا أخي البغدادي. لا مش غلط، يعني في القرآن كيف يعني مش غلط؟ ومدن يعني في القرآن مدن اللجوء يعني موجود، يعني مش لي أنت أكاذيب وأساطير البخاري ولا بغدادي. خليك معايا بالهداوة شوي. في الكتاب المقدس اللي هو كتب قبل الإسلام بمدة طويلة جدا، يوجد ما يسمى بمدن الملجأ، كان يلجأ لها أناس حتى لا تطبق عليهم بعض الأحكام دي قبل الإسلام. ثانيا، موضوع الإجارة ده موجود عند العرب قبل الإسلام أيضا، يعني موضوع اللجوء ده ما فيهش أي شيء، يعني ما ليس الإسلام هو من اخترعه أو ابتكره. الأخ مجدي الآن أنا أسألك، هو حقوقي ومختصاص حقوق الإنسان، إيه هو البلدان الإسلامية ناقشت كتير أنه حتى تطلع قانون؟ نعم. قل لنا إيه اللي توصلوا له حتى يسمع الأخ البغدادي بنفسه. هو بعض المفكرين الإسلاميين أو المسلمين في دفاعهم عن الإسلام بيطرح نفس رأي الأخ البغدادي، يقول لك إن مواثيق حقوق الإنسان، وجاء في مواثيق حقوق الإنسان
تتطابق مع الإسلام وهي روح الإسلام. لا هو راح أبعد من كده. أبعد مستمدة. الإسلام هو اللي جاب. هو اللي جاب. طب نقول لهم طيب يا جماعة. طب لو بتتوافق ما إحنا نبقى سعداء. أنا أكون أكثر الناس سعادة لو الدول الإسلامية توقع على مواثيق حقوق الإنسان الدولية طالما أنها بتتفق مع الإسلام. بيوقعوا بدون شرط أو قيد. لكن للأسف الشديد ده معناها أنها بتتناقض مع الشريعة الإسلامية بدليل أنها حطوا الشريعة كقيد. قيدوا الموثيق الدولية بالشريعة. فبالتالي الكلام على أنها ده وصلت لمرحلة. عاوز أقول لك حاجة. وصلت لمرحلة. بيقول لك حق اللجوء مثلا. لا ما فيش كلام زي ده. كلها دي حاجات حديثة. ده لو وصلت مرحلة الهزل أن مؤتمر المرأة في دول الخليج كان في عقد المؤتمر للمرأة وصوا توصية في مؤتمر حقوق المرأة في دول الخليج وصوا توصية لمندوبة منظمة العفو الدولية قالوا لها كل ما نرجوه منكم أن تبلغوا الدول الإسلامية أن تطبق علينا شرع الله لأن شرع الله يعني يحفظ حقوقنا. تعالى أنت سألت على سؤال على إيه المواثيق الدولية اللي قدمتها الدول الإسلامية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أخذ بالك. لو شفت مواثيق حقوق الإنسان الدولي الإسلامية الإسلامية واخد بالك هم قدموا تقريبا ما يحاججوا به إنها مواثيق دولية. ست مواثيق دولية. صحيفة المدينة دي اللي صدرت 1 هجرية. صلح الحديبية بيقولوا إنه في شروط إنهاء الحروب 6 هجرية. خطبة الوداع 10 هجرية. خطبة أبو بكر عند تولي الخلافة 11 هجرية. العهود العمرية هي دي الخمس موثيق القديمة اللي بيعتبروها حقوق إنسان وما أبعد طبعا أبعدها عن حقوق الإنسان. ده كلها يعني ما أبعدها يعني على الأقل هقول الكلمة دي. بعد 1400 سنة قدموا لنا وثيقة واحدة يتيمة اللي هي إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 5 أغسطس 1990 ده بعد 1400 سنة. أنا عاوز أقول لك حاجة. لو تأملت هذا الميثاق الوحيد اليتيم المعاصر لما يتعلق بحقوق الإنسان في الإسلام. أولا الدول العالم كل أديان العالم ما فيش حد طلع على حقوق الإنسان في البوذية أو حقوق الإنسان في اليهودية أو حقوق الإنسان في المسيحية أو في حقوق الإنسان وحدهم المسلمون يقولون وحدهم المسلمون اللي طلعوا مواثيق حقوق الإنسان وأصدروا منظمة وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في 5 أغسطس 1990. عارف بدأوا بإيه؟ تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة. بدأها بأنهم بداية القصيدة كفر العنصرية يعني بدأها بعنصرية. بدأ من ساق حقوق إنسان أنهم أفضل ناس في العالم. شوف بقى تيجي فيها في الحياة لما تيجي مثلا حق الحياة لو حق أساسي في المواثيق الدولية. الحياة هبة من الله. جميل كويس. هبة من الله ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي يعني تزهق الروح بالشريعة. أدي الحقوق دي مادة ما هو 25 مادة. مادة 2 سلامة جسد الإنسان مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي. مسوغ شرعي مسوغ يعني كل شرعي. كل شيء بيرجع للشارع بالأخير يعني بحسب الشريعة ممكن تعمل ما تقول الشريعة خارج الشريعة ما تعملش فيه. تعال شوف مادة 10 اللي بتكلم عن الحريات الدينية. الإسلام هو دين الفطرة يعني كل الناس مسلمين بالفطرة. ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراء على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله إلى تغيير دونه إلى دين آخر أو للحد. فخليني يعني أخذ البغدادي شوية عشان ما يقولش أنه تجاهلنا. أخ البغدادي أخ رشيد أنا دي يعني موضوع أنا قلت لك موضوع هذا إنما بغي نذكرك بالموضوع أنت قراءة القرآن اختلاف قراءة القرآن. لا 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 مش حناقش اختلاف قراءة القرآن. لا جايين أنت حرفت زورتها يعني. طيب أنا حرفت معلش لكن مش حناقشها في هذه. حرفت كلمة أنت وصديقك يا أخي وحيد. حنعمل حلقة ثانية عن القراءة ما تخافش احنا راجعين للموضوع مش سايبينه. لكن أحمد طيب. صبحي منصور طيب يا أخي حرام عليك يا ليت طيب أنا مضطر آسف يعني بشرح بكل الوسائل. أخي محمد من هولندا أهلا بك. مساء الخير يا أخي رشيد. مساء النور. أنا فرحان أنك تشارك معنا مرة أخرى أخي محمد. تحياتي لك والأخ مجدي الأسلوب بتاعه القانوني هو بيتكلم بس بواجه قانوني وأنا مش هتكلم في واجه ديني.
نعم. إذا كانت شريعة أو غير شريعة، تعالي نتكلم من الموضوع على أساس شيء قانوني. صح. الأخ مجدي لو والده قتل ويعرف من قتله، فلكم يعني لازم يكون فيك خصاص. الدول الأوروبية يا أخ، يا أخ رشيد والأخ مجدي، فيها أحكام ماشية لغاية دلوقتي، سواء بالسجن. أنا موجود هنا في هولندا من مدة كبيرة. وهولندا رفعت كان في من مش أسرار دولة ولا حاجة، من زمان كان السجن لثلاث سنين وأربع سنين، دلوقتي وصلوا للمؤبد. العقوبات بدأت تزيد. بدأوا يعرفوا إن الجرائم لابد ويكون فيها لها حد رادع. الرضوع ده سواء بالقتل، سواء بحد، سواء بسجن، سواء بمؤبد، سواء بمدى الحياة، فموجود في كل العالم اعتراف بأن الجرائم بتزيد عندما يتساهل القانون. الشرع الإسلامي أيوة تفضل اللي عايز أوصل لا لا تفضل تفضل خلي تكمل فكرة ماشي. الشرع الإسلامي لما جاء أو الحكم الإسلامي لما جاء لك قطع الإيد، الأخ مجدي قال أن في مصر كذا مليون ألف سرقة، ماشي عظيم. لو طبق الحد الإسلامي على 10 ولا 20 وطبق بعدل، مش يطبق على كبار أو صغار، لا، ويبقى فيه محسوبيات في الموضوع. لا ما احنا ناقشنا الفكرة دي، انت بتقول انه تطبيق الحد سيحد من السرقة. اعطني مجتمع إسلامي في اي الحد. طيب لا. اعطني نموذج إسلامي في اي عصر من العصور الإسلامية، يعطيني نموذج واحد قول لي هذا النموذج لما طبق صار في السرقة انتهت في البلدان الإسلامية، أو على الأقل صارت نادرة. معلش يا أخ رشيد، لا بس أنا قصدي مثلا الحد نفسه، وجود الحد نفسه، وجود الردع نفسه لابد يكون موجود، بل حتى لو طبق على الردع للسرقة. هل عايز تقول لي انه مثلا السجن، احنا مثلا في المغرب بيعاقبوا على السرقة بالسجن، هل وما زالت موجودة سرقة؟ وما زالت موجودة سرقة. طيب هو السرقة هتتحد في أي مكان. طيب لا أنا عايز أقول لك، السجن عقوبة وقطع اليد عقوبة، هل عايز تقول لي إنه السجن زي قطع اليد؟ السجن مش زي، لا، قطع اليد أشد وردع أكبر. لكن لا يصل إلى الهدف، لا يردع، ليس هناك إيران فيها سرقة وفيها سرقة بكثرة، والسعودية فيها سرقة بكثرة، وفي كل البلدان الإسلامية في كل العصور كانت هناك سرقة. الحرس الثوري الإيراني، تقارير على الحرس الثوري الإيراني. فإذا السبب التبرير أخ محمد خليني بس أتكلم، إذا تبرير هذا الحد غير موجود. انت بتقول المبرر انه هيحد من السرقة، هذا المبرر غير موجود. ده مش تبرير يا اخ رشيد، ده اقامة الحد بالعدل كما اراد الله على الكبير. اذا انت عايز تقول لي انه لو واحد سرق بيضة نقطع يده مثلا؟ لا، ما هنا في بقى قد ما هو الاخ عبد الله كان بيتكلم معاك في نفس النقطه وانت قطعته، وانا مش عايز اخش معاك. ما ادانيش نص، انا اديته نص قاعد ياخد ايه؟ لا شروط يا اخ رشيد، ما انا قرات الشروط اهي موجوده، وهو انا ما قريتش، ما انا قريت الشروط، ومن شروطها ان يكون اخ رشيد. ده حديث ازاي؟ ده حديث. هو الشروط انت هتاخدها من وين؟ هتاخدها من القران؟ ما هتاخدها من الاحاديث؟ اسمعني يا اخ رشيد، عمر بن الخطاب في عام الرماد وقف حد السرقه وحد قطع الايد. لماذا؟ لان كان في وضع اجباري على الناس، يمكن يشرقوا، يمكن تكون السرقه هو ما حللهاش، ولكن اقف حد السرقه بيها. طيب يا اخ رشيد، لا بد من اقامه العدل. ما هو الحد الادنى اخ محمد؟ ما هو الحد الادنى للسرقه؟ سؤال لك، تفضل. قلت مش بيضه، انا خليك انت تحدد الحد الادنى. انا حبل عندي، لو مالكش لازمه ليه يقطع يده؟ لو انت حبل او بيضه تقطع يده، انت بتؤمن انه هذا الحد، وتؤمن انه هذه العقوبه حضاريه دلوقتي، وهذه العقوبة حضورية، لأنها حضارية، يعني توافق الحضارة. حضارية.
حضارية. والرجم دلوقتي الزنا، أنا وياك نيجي وناخد حجر واحدة قدامنا ونرجمها، وده بالنسبة لك حضارة؟ لأنه لو طبق بالعدل على الكبير والصغير والكبير قبل الصغير لن تفشى الفحشاء. يا أخي قلنا لك أنه لم يحصل هذا ولن يحصل في كل تاريخ الإسلام، يعني مبررك غير موجود. يعني أنت بتقول لو طبق، بتفترض، بتعطي الشرط، ونتيجة هذا الشرط أنه مش هيكون في زنا. هذا لم يحصل، اديني عصر إسلامي واحد في منطقة إسلامية واحدة حصل فيها هذا الأمر، ولا لم في الخلفاء يحصل. ولا في عهد الخلفاء، ما احنا ابتدينا من الراشدين أول، اللي هو أحسن القرون قرن محمد، ابتدي من قرنه كان في زنا لحد اليوم في كل البلدان الإسلامية. إذا كلامك ملوش معنى. نيجل دلوقتي هل هو حضاري ولا لا؟ لأنه هو مش هيحد من الزنا على الإطلاق. هل هو حضاري ولا لا؟ نيجي أنا وإنت ونحفر حفرة لمرأة قدامنا وناخد حجر ونقتلها كده، وبتقول لي دي حضارة. لو كانت دي الحضارة في تعريفك، الله الله على الحضارة. تفضل أخي مجدي. ما أنا بقول لك، ما أنا هجادله في لأنه ما قالش حاجة لها قيمة. ما قلنا ما حصلش حتى في عهد الخلفاء الراشدين، لم تحصل، لا تحققت العدالة ولم تتحقق ولم تطبق على شخصية إسلامية لها قيمة. في عهد خالد بن الوليد اللي قتل واغتصب زوجة واحد، وفي أكتر من كل اللي هم قادة الدولة الإسلامية، قادة الدولة الإسلامية نفسهم ارتكبوا البشائع والمجازر وارتكبوا. أعتقد أنه المشكلة مع الإخوة المسلمين ما بيفهموش إيه الفرق ما بين الحدود، مثلا العقوبات المفروضة في الغرب اللي منها الحبس، وما بين العقوبات اللي عايزين هم يفرضوها على العالم. انا عاوز اقول لك حاجه، يعني هم كانوا حكموا عثمان بن عفان قبل عشان يدخل اول واحد ينقض عليه محمد بن ابو بكر، كانوا حكموه، كان عملوا محاكمه، ولا دخلوا قتلوه بشكل همجي، ولا حصل القتل بين في الائمه والخلفاء كل ده اتقتل بشكل في كانت فيه عقوبات حقيقيه وقاموا حتى لو لا. معلش انا سؤالي عايز اوضح فيه نقطه. النقطة دي، العقوبات الموجودة في البلدان الغربية أو البلدان المتحضرة بتراعي حاجتين قلتهم، اللي هي كرامة الإنسان وحقوقه وإنسانيته وحقوق الإنسان. حتى العدو، مثلا لو أمسك دلوقتي البلدان أو المنظمات الدولية تطالب أمريكا بعدم تعذيب، اللي هو قانون التعذيب، يعني مش لازم يتعذب حتى اللي العدو ضدك اللي كان عايز يقتلك وعايز يعرف ليه، ولو عايز تنتزع منه اعترافات مش ممكن تمارس وسيلة تعذيب. قوانين جنيف كلها كذا اتفاقات جنيف للموضوع، لأنه كرامة الإنسان فوق أي شيء تاني. طبعا. لكن الأخوة المسلمين لحد دلوقتي مش عايزين يفهموا إيه معنى كرامة الإنسان، وعايزين يقارن لي عقوبة حبسية مثلا 6 شهور بقطع يد. بقطع يد، شوف مش عارف، يعني في خلل في التفكير. يعني انا ما اقدرش اقول ان في خلل في التفكير وخلل في الرؤيه وخلل في الانسانيه. حبل مثلا قال لك لو سرقت حبل تقطع يد، اتهزت الانسانيه جوه. هو اصل هو في حاله صراع ما بين النص الديني. يا اخي بنقول لك احنا ما بنتكلمش عن النص الديني بتاعك، بمعنى النص الديني انا يعني قلنا الدين الإسلامي بتاعك اللي هو اعتبرناه العقائد والعبادات، أنا كحقوق هو لو كان الإسلام عقائد وعبادات أنا ماليش دعوة بيه. أنا كراجل بتكلم عن الكريمنال لو، يعني طبعا الكريمنال الحاجات القانون الجنائي اللي عايز يطبقه على الناس وعايز يقول لك أنه معاصر ويقبل وقابل للتطبيق دلوقتي. يا سيدي أخي اللي اتكلمت وغيرك محدش، لو أنتوا اقتصرتوا الإسلام على العقائد والعبادات محدش هيقرب ولا يستطيع أحد أن يقرب منكم خلاص، وكل ولا يقرب منك. لكن أنتوا دخلتوا على نظام قانوني كامل وبتتغزلوا فيه وبتعتبروا ان هو يصنع المدينة الفاضلة، وقلنا ان اكتر المجتمعات العصرية ربعها شواذ. طب خلينا ناخد مكالمة من اخت مها من مصر. اهلا بك. الو اخت مها، انت على الهواء معنا، تفضلي. اهلا بك. مساء الخير استاذ رشيد. مساء النور. مساء الخير للاستاذ مجدي خليل. اهلا وسهلا. حقيقة انا بحييكم. شكرك. والموضوع اللي بتتكلمي فيه النهارده موضوع فعلا حساس قوي، وانا من زمان ليا مآخذ وتحفظات قويه جدا على
طبيعه العدوانيه والاجريشن الغير عادي اللي في تصرفات وسلوكيات المجتمع الاسلامي والمجتمع العربي ان جنرال وخصوصا المسلمين. وكنت مستغرب قوي لما اشوفهم يعني بيهللوا وبيكبروا لأكل الناس او يعني العنف الموجود في المجتمع بلاقي وراء تهديد وتكبير، يعني صورة غوغائية لا تناسب أبدا اليأس الحاضر اللي احنا فيه. كنت يعني بستغرب قساوة القلوب اللي موجودة، كنت بستغرب الأجريشن اللي غير عادي حتى في سلوكياتهم هم بينهم وبين بعض العدوانية فين جايبينه ده. ففعلا يعني حقيقي هم مجتمعات كمان، او احنا عشان اكون واضحه يعني احنا مجتمعات تدعي الفضيله، مجتمعات تدعي الاخلاق، ولكن جواها مهزله تماما. يعني لو من بره بس احنا يعني بالذات المجتمعات العربيه اللي ليها هويه اسلاميه، مجتمعات يعني منخوره حقيقي الصوت وكلها يعني مبهدلين باللغه. طب ايه رايك انه دلوقتي واحنا امامنا مشاهدين على الاقل ثلاث مشاهدين بيقولوا ان الحدود دي وماله يعني ودي من الله وحتحد الجريمه وتطبق دلوقتي؟ اطلاقا الكلام ده مش مضبوط تماما. انا من واقع شغلي ومن طريقه تخصصي دي حدود ممكن تزود الاجريشن وتزود العنف وتخلي الانسان عنده كراهيه وعنده بغض شديد وتزود عنده الانتقام من المجتمع. بالعكس دول متخلفين تقطع ايد واحد ورجله علشان تمشيه قدام الناس وتشاور له انه سارق. فأنهي منطق؟ أنهي دين؟ هل كرامة الإنسان، هل كرامة يد الإنسان بتساوي بيضة مثلا؟ أنا عايز أفهم إيه العدل في الحاجة دي؟ ولو وسارق البيضة زي سارق الدجاجة، الاثنين بيقطع إيدهم، مع العلم أنه الدجاجة شيء والبيضة شيء. منتهى التخلف انتهى القسوة. يعني لا يمكن، زي ما بحكي لك انا من واقع تخصصي دي بتزود احساس الانسلت والبين وتخلي البني ادم حاسس زي ما قلت باجريشن. اشكرك اختي مها، اشكرك اختي مها على المشاركه. اخي مجدي، إيه يعني حاجه اللي ممكن نختم بها، حاجه يعني سؤال كنت تطرقت لي لكن بعجاله، ليه المراه؟ شفنا احنا المراه هي الضحيه الاول لقضايا الرجم في ايران وغيره، في دلوقتي بحسب منظمه العفو الدوليه في 11 امراه، لكن بحسب بعض التقارير في اكثر من 50 امراه. طب الحقيقه هو لان طرحها شحرور، الاستاذ الدكتور محمد شحرور في سوريا، قال ان من حق الرجل ان يعني يمارس الجنس مع اي قدر من الناس بالتوافق، وهذا متوافق مع الاسلام، وقدم ابحاثا كثيره وعمل ضجه مؤخرا ان اي مسلم من حق متزوج او غير متزوج ان يمارس الجنس مع اي واحده طالما وافقت على هذا ويعتبرها اماء، في حين ان اي امراه متزوجه هي زانيه اذا مارست الجنس. شوف شوف الامام الشافعي بيقول لك ان الذمي اقل من العبد. الذمي اذا مارس الجنس مع امراه مسلمه سواء كان عازبا او متزوجا يقتل في كل الاحوال، والعبد يجلد 50 جلده. يعني الذمي، وضع الذمي في الاسلام اقل من وضع العبد. اما المراه فهي تحت الذل، الشريعة بتذل المرأة حقيقة، الشريعة وأغلب ضحاياها دلوقتي وأغلب ضحاياها من النساء، بتذل المرأة وتجعل المرأة ذليلة بكل معاني الكلمة. والكثير من حالات قتل المرأة لم يتحقق، هي شكاوى كيدية من زوجها أو من ولا يتحقق فيها، ولا تثبت حالة الزنا، ولا. أشكرك أخي مجدي، أنا مضطر أنهي البرنامج. أشكركم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وحلقتنا القادمة ستكون عن الفيلم الذي روجت له الصحافة المصرية على اعتبار أنه يذكر اسم محمد في التوراة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معكم.